إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، جمعة مباركة عليكم وأهلا بكم في الفيديو الأسبوعي لسوق العصافير بسوق السيدة عائشة. جبنا لكم أسعار العصافير اللي كانت موجودة هناك، وكمان حالة السوق واللي كانت هادية جدا في اللم من التجار، واللم كان مقتصر على الكوكتيل والروز بس، أما الأسترالي فما كانش مطلوب من التجار. وهنروح للأسعار دلوقتي، بس قبل ما نروح ياريت تدوس على الاشتراك وتشترك لنا في القناة وتشرفنا بالانضمام لقناتنا، وما تنساش اللايك لو عجبك الفيديو. ونبتدي بسعر الاسترالي، وزي ما قلت لكم ما كانش مطلوب لكن ده سعره للي كان بيلمه. الاسترالي العادي كان عامل الصغير 45 جنيه والكبير كان 65 جنيه، والعين الحمراء كان بيعمل 70 جنيه الصغير والكبير كان بيعمل 90 جنيه، والفالو كان بيعمل 100 جنيه الصغير والكبير كان بيعمل 140 جنيه. اما طفرة الشكر برصاصي فكان الصغير بيعمل 300 جنيه والكبير كان بيعمل 500 جنيه، وطفرة التكساس كانت بتعمل 125 جنيه الصغير والكبير كان بيعمل 200 جنيه. اما البلاك وينج فالبلاك وينج كان 1500 جنيه الصغير والكبير كان بيبتدي من 2000 جنيه، ده بالنسبة للون الاخضر. اما الازرق فالبلاك وينج فكان الصغير بيبتدي من 4000 جنيه والكبير كان بيبتدي من 5000 ل6000 جنيه. اما التركيبات فالتركيبات كانت الجوز بيعمل 100 جنيه الصغير والكبير كان بيعمل 150 جنيه، والريمبو كانت اسعاره بتبتدي من 400 جنيه الصغير والكبير 600 جنيه. نيجي للشوش والكرك، وكان الجوز الصغير بيعمل 100 جنيه والكبير كان بيعمل 150 جنيه. اما الفلل فكانت الصغير بيبتدي من 250 جنيه والكبير بيبتدي من 350 جنيه، والفلل اللاتينو كانت بتعمل 550 جنيه، ده بالنسبة للصغير، والكبير كان بيعمل 750 جنيه. اما الفلل الاسوينج فكان الصغير منها بيعمل 800 جنيه الشبابات والكبير كان بيعمل 1100 جنيه. اما التركيبات في الفلل فكان الصغير بيبتدي من 800 جنيه والكبير من 1150 جنيه. اما الريمبو في الفلل فكان الريمبو في الفلل بيعمل الصغير 1500 جنيه، بيبتدي من 1500 جنيه والكبير كان بيبتدي من 2000 جنيه. نيجي للانصاص، والانصاص كانت الصغير بيعمل 250 جنيه والكبير 450 جنيه. اما الانجليزة فكانت بداية مستوياتها من 1250 جنيه، ده بالنسبة للصغير، والكبير كان بيبتدي من 2000 جنيه. ودي كده كانت اسعار الاسترالي اللي موجودة معانا في السوق. ونتنقل بقى لاسعار الكوكتيل، والكوكتيل كان الحبشي بيعمل من 130 ل140 جنيه الصغير، والكبير كان بيعمل 220 جنيه، والفون كان نفس السعر 140 والكبير كان 220 جنيه. اما الايزابيلات فكان الصغير منها بيعمل 250 جنيه والكبير كان بيعمل 350 جنيه، واللاتينو كوكتيل كان الشبابات فيه بتعمل 350 جنيه والكبير كان 450 جنيه، والمصبعات كانت بتعمل 250 جنيه والكبير 350 جنيه. اما البصمات فكانت بتعمل 450 جنيه الصغير والكبير كان بيبتدي من 550 جنيه. اما الوايت فيس الرمادي فكان الصغير بيعمل 300 جنيه والكبير كان بيعمل 450 جنيه، والايزابيلات في الوايت فيس كانت 400 جنيه الصغير والكبير كان 550 جنيه. اما المصبعات في الوايت فيس فكان الصغير بيعمل 400 جنيه والكبير كان بيعمل 600 جنيه، والألبينو كوكتيل كان الصغير بيعمل 1000 جنيه والكبير كان بيعمل 1400 جنيه. نتنقل بقى لأسعار الروز، والروز الأخضر ما كانش مطلوب من التجار لكن كان الصغير بيعمل 200 جنيه والكبير كان بيعمل 300 جنيه، والألوان كان بيعمل 200 جنيه والكبير كان 300 جنيه. أما اللاتينو روز فكان ب 300 جنيه الصغير الشبابات، والكبير كان بيبتدي من 400 جنيه ل 425 جنيه.
والألبينو روز كان بيبتدي من 600 جنيه الصغير، والكبير 1000 جنيه، والأوبلاين أورانج كان نفس السعر تقريبا 600 جنيه الصغير والكبير كان 1000 جنيه. أما الفيشر فالفيشر الأخضر كان الصغير بيعمل 200 جنيه والكبير كان بيعمل 300 جنيه، والإزبلتات والذهبيات كانت برضو بتعمل 200 جنيه الصغير والكبير كان بيعمل 300 جنيه. بالنسبة للاتينو فيشر فكان بيعمل 450 جنيه الصغير والكبير كان بيعمل 600 جنيه. أما الألبينو فيشر فكان 400 جنيه الصغير والكبير كان بيعمل 550 جنيه. نتنقل بقى لعيلة الفينش ونبتديها بالزبرة، والزبرة كان الأبيض فيها بيعمل 90 جنيه والغوامق كان بتعمل 80 جنيه، والزبرة الفراولة كان الجوز الكبير بيعمل 100 جنيه. أما عصفور المذبوح فكان الجوز الكبير الشغال بيعمل 250 جنيه والصغير كان بيعمل 180 جنيه. نيجي بقى للجاوة ونبتدي بالجاوة الحبشي، والجاوة الحبشي كان الصغير بيعمل 180 جنيه والكبير 250 جنيه، والفون كان بيعمل 250 جنيه الصغير والكبير كان 350 جنيه، والسيلفر كان 250 جنيه الصغير والكبير كان 350 جنيه، والأبيض في الجاوة كان 200 جنيه الصغير والكبير كان 300 جنيه. نتنقل للكناريا، والكناريا كانت 400 جنيه الصغير والكبير كان 600 جنيه. أما الحسون فالحسون كان 300 جنيه الصغير والكبير كان بيعمل 450 جنيه. والجولدن فينش ما تغيرش كتير عن السوق اللي فات، وهو ما بيبقاش موجود كتير في السوق، وكان أقل مستوى في ألوانه، وكان الجوز الكبير بيعمل 1500 جنيه. واليمام الماسي كان الجوز كبير بيعمل 350 جنيه والصغير كان بيعمل 250 جنيه، وعصفور المينا كان بيعمل 300، وكان في حاجات السوق ده ب 350 جنيه كبيرة شغالة والصغير كان بيعمل 250 جنيه. ودي كانت اسعار العصافير اللي موجودة في السوق. نتنقل لاسعار البغبغانات، وطبعا احنا انا بجيب لكم اسعار البغبغانات عدد محدود منها، بس ان شاء الله الايام الجاية هعمل لكم فيديو مجمع لاسعار جميع البغبغانات اللي موجودة في مصر، ان شاء الله هعمله لكم الايام اللي جاية دي. ونتنقل يلا بقى لاسعار البغبغانات اللي كانت موجودة في السوق وشفناها قدام عينينا، ونبتدي بالدرة الهندي. والدرة الهندي كان الجوز الكبير الشغال بيعمل 3.5، اما الصغير فكان بيعمل 2000 جنيه. والروزيلا كانت موجودة قدامنا في السوق برضو، كان الجوز بيعمل 4500 جنيه، والسانكانيور كان الجوز الشغال منه بيعمل 9000 جنيه، والبغبغان السنغالي كان برضو موجود وكان الجوز الكبير الشغال منه بيعمل 3000 جنيه، والدرة الامريكي كان بيعمل 13000 جنيه سعر الجوز. اما الكاسكو الافريقي وهو الزعيم في البغبغانات فكان الحتة منه بتعمل 9000 جنيه، ده بالنسبة للتفريخ المصري، وبتوصل ل15000 جنيه، طبعا ده حسب عمره وحسب تدريب. نتنقل بقى لاسعار الحبوب، واسعار الحبوب كان الدنيبة الكيلو بتعمل 9 جنيه، والبلكم كان بيعمل برضو 9 جنيه، اما الفلارس فكانت بتعمل 19 جنيه، واللب كان بيبتدي اسعاره من 14 جنيه لسعر الكيلو. اما سعر كيلو المحار فكان بيعمل 50 جنيه، وحبوب الطاقة كانت بتعمل من 40 ل60 جنيه. ودي كانت اسعار الطيور والحبوب اللي موجودة معانا في السوق. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، اتمنى اكون فدتكم بالفيديو، واتمنى ما كنتش نسيت حاجة حد طلبها مني. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله بفيديو جديد وموضوع جديد. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم.